بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تحصى، وإن آلاءه وأفضاله لا تعد. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من نعم الله سبحانه على العبد بعد هدايته للإسلام أن يوفقه إلى سلوك سبيل أهل العلم العاملين به، فذلك والله لهو الخير العميم والفضل العظيم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن مما أنعم الله علي به حبي للعلم وأهلي ورغبتي الجامحة في الانصراف في طلابه وخطابه، فكان أن أكرمني بإنهاء رسالة الماجستير في تخصص التفسير وعلوم القرآن، وتشوقت لإكمال المسيرة العلمية للتقدم لإتمام الدكتوراه. وكغيري من طلبة العلم في تلك المرحلة تجاذبني موضوعات شتى رغبت نفسي في البحث فيها، فتقدمت ببعضها إلى قسم التفسير في جامعتنا الكريمة، إلا أنها لم تحظى بموافقة القسم عليها. وبعد مداولات ومشاورات مع أهل الخبرة والاستقرار، أشار علي أحد الفضلاء من أهل العلم بموضوع رسالتي الحالية، وهو التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا. ولأول وهلة شعرت بأن الموضوع فيه شيء من الصعوبة بسبب قلة المصادر المغربية لدى المشارقة، بالإضافة للظروف المحيطة بالغرب الأفريقي، ثم تمكن الروافد منه فترة طويلة، ثم سقوط الدولة الإسلامية عدة مرات، ثم الاحتلال الذي أتى على الأخضر واليابس، إلا أنني وجدت خيوطا كبيرة لجمع مادته الغزيرة، وشعرت بأهميته التي تتمثل فيما يلي. أولا، أنه يتعلق بأشرف العلوم ألا وهو علم التفسير، وسوف يأتي الحديث عن ذلك خلال التمهيد. ثانيا، عدم وجود بحث جامع للمفسرين في تلك المنطقة على الرغم من كثرتهم الكاثرة، وإنما الذي وقفت عليه بحوث مقتضبة أو مختلطة تتعلق بالمفسرين جملة. وفي ذات الوقت لم يحظى المغاربة فيها بالاستقصاء والتتبع، ففات من تراجمهم الكثير، وسوف يأتي بيان ذلك في المدخل إلى الباب الأول. ثالثا، حاجة المكتبة الإسلامية لدراسة المزيد من مناهج المفسرين، لا سيما أصحاب الكتب المفقودة أو المخطوطة أو المطبوعة التي لم تحظى بعد بدراسة عن مناهجنا. رابعا، وجود كم هائل من نتاج التفسير في تلك المدرسة العريقة تناثر ذكره في منوعات الكتب، ولم يحظى بجمع مستقل فيما أعلم، مع الحاجة إلى ذلك لباحث التفسير وغيرهم، لا سيما عند بيان مواضع مخطوطات تلك التفاسير. فنما في نفسي الرغبة في خوض ذلك البحث، وذلك لعدة أسباب أذكر منها. أولا، طبيعة نفسي المتأصل فيها حب الإقدام على الصعوبات والمعضلات، فإن الوصول إلى المأمول بعد خوضها له لذة، وأي لذة. ثانيا، معلومات الضحلة عن تلك المنطقة تاريخيا وعلميا، والشغف بالعلم بالمجهول هو غاية طالب العلم ومنتهى أمله. ثالثا، ارتباط هذا البحث بعلمين قد تعلق قلبي بهما، وهما علم التفسير وكفى به شرفا، وأي شرف لعلم يثنو عليه، وهو العلم الذي يجلي لنا مراد الله منا ويكشف لنا عن رسالة ربنا إلينا. ثم علم تراجم العلماء، وهو العلم الذي يوضح لنا نحن طلبة العلم المنهج التربوي الذي ينبغي أن نسلكه في حياتنا، فهم قدوتنا وأسوتنا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الإبراز الذي يضيء لنا طريقنا، فلا غرو أن الاشتغال بسيرتهم من ألزم ما يلزم طالب العلم. رابعا، أن عملي في رسالة الماجستير كان متعلقا بجانب مختلف عن هذا الجانب، وهو دراسة التفسير بالمأثور، فالتنوع في الدراسات التفسيرية يدري الملكة العلمية لدى طالب العلم الذي ينجو التخصص في ذلك الفن، وهو مقصد أساسي لدي. خامسا، شعوري بحاجة المشارقة بل المغاربة لهذا البحث، وافتقار المكتبة الإسلامية إليه مع عميته وعظم فائدته لطلاب العلم على وجه الخصوص كما سبق أن قدمت.
وكفى بفرد ثغرة كهذه حافزا ودافعا. فشمرت عن ساعد الجد ووضعت له خطة وتصورا بعد أن استشرت ذوي الخبرة وتنقلت بين أفنان بعض الكتب المعنية وتقدمت بذلك للقسم، فحظي الموضوع بالقبول فتنفست الصعداء وبدأت البحث بعزم ونشاط وفق الخطة التالية. خطة البحث تشتمل على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. أما المقدمة فتشتمل على أهمية البحث، أسباب اختيار الموضوع، منهج البحث، ثم شكر وتقدير. وأما التمهيد فيشتمل على نبذة عن علم التفسير وأهميته، جغرافية هذه البلاد وتحديد أمكنتها، وصول الإسلام إلى هذه البلاد، اهتمام أهل هذه البلاد وتأثرهم بالعلوم الإسلامية. ملحق بالخرائط. الباب الأول المفسرون في غرب إفريقيا، وفيه فصلان. الفصل الأول تراجم المفسرين في غرب إفريقيا من أهل المنطقة. الفصل الثاني تراجم المفسرين الذين وفدوا على المنطقة. الباب الثاني التفسير في غرب إفريقيا، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول دراسة عن التفسير في هذه البلاد وفيه مباحث. الأول نبذة عن علم التفسير ونشأته في هذه البلاد. الثاني تأثر التفسير في المنطقة بمدرسة المشرق. الثالث تأثر التفسير في المنطقة بالتفسير عند أهل الأندلس وغيرها من الدول المجاورة. الرابع الفقه المالكي والظاهري وأثره في التفسير بالمنطقة. الخامس القراءات وأثرها في التفسير بالمنطقة. الفصل الثاني دراسة أمثلة لكتب التفسير بالمأثور في غرب إفريقيا. الفصل الثالث دراسة أمثلة لكتب التفسير بالرأي في غرب إفريقيا، وفيه مبحثان. المبحث الأول أمثلة الرأي المحمود. المبحث الثاني أمثلة الرأي المذموم. الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث. وقد حاولت في هذه الخطة الالتزام بمنهج محدد، فبذلت كل ما في وسعي لاختصار المراحل التاريخية التي مرت بها المنطقة مع ضخامة معلوماتها وكثرة التقلبات المجرية بها وعمق تأثيرها على النتاج الفكري بها، وذلك من خلال أمهات المراجع التاريخية الخاصة بالمنطقة وغيرها، وذلك لكي لا أثقل على القارئ فيما ليس من صلب البحث. كما حرصت على إفاق بعض الشرائط الجغرافية والسياسية للمنطقة لتساعد على تصور ما تم ذكره في التمهيد ومواقع بعض البلدان التي ينتمي إليها المفسرون. أما بالنسبة للمفسرين من أهل المنطقة ثم من الوافدين عليها، فقمت بالتوطئة للحديث عنهم بمدخل بينت فيه بعض الضوابط التي تزمتها في سوق تراجمهم، ثم طبقت أجمع تراجمهم من أمهات كتب تراجم المفسرين على وجه الخصوص، ثم كتب الأعلام جملة وكتب تراجم علماء المنطقة خاصة. وقد تطلب البحث مني تصفح كتب بأكملها للبحث عن تراجم المفسرين بها. أذكر منها على سبيل المثال هو الكتب المعنية بتراجم المفسرين: الأعلام، فتح الشكور، إسعاف الإخوان الراغبين، علماء المفكرون، الوسيط، العمر، رياض النفوس، الفهرس الشامل، كشف الظنون، السلفية في موريتانيا، سلوة الأنفاس. وهذا الأخير لم أقف عليه مطبوعا في بداية البحث، فتصفحت مخطوطته الواقعة في مجلدين كبيرين. كما لم أستطع الحصول على معلومات لجماعة من المعاصرين إلا بعد محاولات كثيرة، تمكنت بعدها من الاتصال بهم شخصيا. والتزمت في ذكر مصادر الترجمة الابتداء بالمصادر المتخصصة في المفسرين كطبقات المفسرين للسيوطي والداوودي والأثنوي ومعجم المفسرين والتفسير والمفسرون ونيل الشاعرين والمدرسة القرآنية ونحوها، ثم ذكرت غيرها بدون التزام بنسق معين. وكان منهجي في كل ترجمة ذكر الاسم كاملا والكنية واللقب والنسبة والتنبيه على كونه من المفسرين بتسويد ما يدل على ذلك في الترجمة وتثبيت الحق، مع الاهتمام بما يدل على كونه من أهل المنطقة أو من الوافدين عليها، وتحديد تاريخ ولادته وتاريخ وفاته وختم الترجمة بمؤلفاته مبتدئا بالتفاسير وما يتعلق بها المجلد، وبيان المخطوط منها وأماكن وجود نسخه في الحاشية، ثم مسميا بجملة من مؤلفاته الأخرى. كما اهتممت بأن تتضمن الترجمة ثناء العلماء عليه ونبذا من أخباره في طلب العلم وشيئا عن إحلامه وأعماله أمثل ذلك. كما أنني التزمت بذكر الشيوخ والتلاميذ المفسرين من أهل المنطقة لتأثير ذلك في بيان التطور المرحلي للتفسير فيها بخلاف غيرهم من الوافدين عليها. وربما ذكرت شيئا من أقواله المتعلقة بالتفسير أو مقدمة تفسيره أو نقلت إحدى النقول منه لإعطاء تصور عنه. وقد توخيت ضبط الأنساب وتحريرها ما أمكن،
والتعريف بالمنافق الذي ينتمي إليها المفسرون وضبط أسمائها بقدر الاستطاعة لصعوبة ذلك كما بينت في مدخل الباب الأول. واعتبرت الترتيب الهجائي الألفبائي في سوق التراجم قسم المترجم وأبيه وجده، كما قمت بترقيم التراجم ترقيما تسلسليا. وأما بالنسبة للتفسير المدروسة كنماذج لتفاسير المنطقة فحرصت على أن تستوعب المناهج الفكرية التي سادت فيها، فذكرت أمثلة للتفسير بالمأثور وللتفسير بالرأي المحمود كالتفسير الفقهي واللغوي والبياني، وللتفسير بالرأي المجنون كتفسير الشيعة الإسماعيلية والخوارج والصوفية الإشارية والصوفية الاتحادية. كما حرصت على أن يكون ضمن النماذج ما هو مفقود وما هو موجود، وما هو مخطوط وما هو مطبوع، وما هو من تفاسير المتقدمين وما هو من تفاسير المتأخرين، وما هو من تفاسير أبناء المنطقة وما هو من تفاسير الوافدين عليها. كما توقيت جمع المادة التفسيرية للمفسر من كتابه التفسير ومن غيره إن أمكن ليساعد ذلك على استيعاب منهجه، وذلك كله حرصا على بيان معطيات تلك المدرسة في شتى صورها. فوصل عدد التفاسير المدروسة إلى 17 تفسيرا، المكتوب منها واحد والمخطوط منها 7 والباقي المطبوع تمت دراستها من خلال 27 كتابا، وهي كالتالي: تفسير يحيى بن سلام من خلال تفسيره ومختصره لابن أبي زمني، تفسير بقي بن مقلب من خلال نقول من تفسيره وكتابه في الحوض والكوثر، تفسير المهدوي من خلال كتابيه التفصيل والتحصيل، تفسير مكي بن أبي طالب من خلال كتبه الهداية ومشكل الإعراب وتفسير المشكل، تفسير ابن ظفر من خلال كتابه ربوع الحياة، تفسير ابن بزيدة من خلال كتابه البيان والتحصيل، تفسير ابن عرفة من خلال تقليد الأبدي والبشيري، تفسير الثعالبي من خلال كتابه الجواهر الحسان، تفسير ابن باديس من خلال مجالس التفسير، تفسير ابن عاشور من خلال كتابه التحرير والتنوير، تفسير المكي الناصري من خلال كتابه التيسير، تفسير أبو بكر الجزائري من خلال كتابه أجمل التفاسير وحاشيته نهر الخير، تفسير هود بن محكم الهواري الإباضي من خلال كتابه تفسير كتاب الله العزيز، تفسير ابن حيون الشيعي من خلال كتابيه أساس التأويل وتأويل الدعائم، تفسير ابن بغرجان الصوفي من خلال كتابه الإرشاد، تفسير ابن عربي الصوفي من خلال التفسير المنسوب إليه وكتابيه خصوص الحكم والفتوحات الفقهية، تفسير ابن عجيبة الصوفي من خلال كتابه البحر المدين. وقد شملت الدراسة كل تفسير التقديم بنبذة عن المدرسة التابع لها إن اقتضى الأمر، وذلك في الخوارج والشيعة والصوفية، ثم التعريف بمؤلفه والإحالة على ترجمته، ثم التعريف بالكتاب وبيان هل هو مطبوع أم مخطوط، ثم إعطاء نبذة عن الباعث على تأليف ذلك التفسير المجد، وذكر شيء من مقدمته إن أمكن، ثم بيان المنهج العام للمؤلف في ذلك التفسير، ثم المنهج التفصيلي له يتضمن اهتمامه بأسماء السور وعد الآية وأماكن الوقوف ومعاني المناسبات بين السور وبين الآيات، ثم محاولة دراسة موقفه من النقاط التالية حسب الاستطاعة: موقفه من العقيدة، موقفه من تفسير القرآن بالقرآن، موقفه من تفسير القرآن بالسنة، ويتضمن ذلك موقفه من فضائل السور والآيات ومن أسباب النزول ومن الروايات الضعيفة والموضوعة، موقفه من تفسير القرآن بأقوال السلف، موقفه من تفسير القرآن بروايات السيرة والتاريخ، موقفه من الإسرائيليات، موقفه من اللغة وتضمن الشعر والمسائل النحوية والبيان والمعاني والإعجاز القرآن، موقفه من القراءات وتضمن القراءة المعتمدة في تفسيره إن أمكن، ثم ذكره من القراءات المتواترة وغيرها وتوجيهها، موقفه من الفقه وأصوله، موقفه من العلوم الحديثة والرياضة والفلسفة والمعجزات الكونية، موقفه من المواعظ والآداب والتوجيه الاجتماعي. وتتخلف بعض هذه النقاط ويظهر غيرها في دراسة التفاسير المنحرفة كتفاسير الخوارج والشيعة والصوفية كما سوف يتبين في موقعه إن شاء الله. وقد حاولت إبراز إيجابيات وسلبيات كل تفسير من خلال تلك النقاط بطريقة مقتضبة خشية الإطالة والملال وترسما لخطى من سبقني بدراسة مناهج المفسرين. وربما ناقشت المفسر في بعض القضايا، قمت بتخريج الآيات وما تيسر من الأحاديث المذكورة في الدراسة باختصار يليق بالمقام. وقد زيدت البحث بعدة فهارس تسهل الاستفادة منه، وهي كالتالي: فهرس الآيات الكريمة، فهرس الأحاديث الشريفة، فهرس المفسرين المترجمين رتبت حسب الطبقات والمطيات، فهرس كتب التفسير وما يتعلق به الواردة في تراجم المفسرين،
فهرس البلدان والأنساب والكلمات الغريبة المعرفة بها، فهرس الشعر، فهرس المصادر والمراجع، فهرس مواضيع الكتاب. وفي ختام تلك المقدمة الموجزة واتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر وجزيل الامتنان إلى كل من كان له يد علي في إنهاء تلك المرحلة، وأخص منهم بالذكر جامعة الأزهر متمثلة في إدارتها وكلية أصول الدين وقسم التفسير وعلوم القرآن، حيث أتاحت لي هذه الفرصة الغالية لكي أنهل من العلم تحت رعايتها وفي كنفها. ثم أتقدم بالشكر لأساتذة الفضلاء ومشايخ الأجلاء وفي مقدمتهم أستاذي وشيخ الأستاذ الدكتور عبد الغفور محمود مصطفى، الذي لمست منه روح الأبوة ووجدت منه كل تعاون وتقدير لظروفه، وبذل لي من وقته وجهده وإرشاداته وتوجيهاته ما الله به عليم، فلا أملك له إلا الدعاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. فجزاه الله خير الجزاء عني وعن إخواني من طلبة العلم الذين أفادوا منه ونهلوا من علمه. كما أشكر الأستاذين الفاضلين والعالمين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور جمعة علي عبد الطالب، فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم توفيق الدين، على تقبلهما لقراءة الرسالة ومناقشتها وبذلهما الوقت والجهد في تقويمها وتوجيهها، جعل الله ذلك في ميزان أعمالهم الصالحة. كما أتقدم بالشكر لأهل العلم الذين أمدوني بالفوائد العلمية والمراجع التي كنت في أمس الحاجة إليها، وأخص منهم بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور حكمة بشير ياسين الموصلي، والدكتور صالح الكساع اليماني، والشيخ هاني أحمد فقيه المدني، والإخوة الفضلاء المشايخ في العلوي حسن من المغرب، والدكتور حسين شواط من تونس، وكل من أفدت منه من أهل شنقيط والجزائر، بارك الله فيهم وفي علمهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين. ولا يفوتني أن أشكر والدتي الحنون التي لم تفتح تغمرني بدعواتها المباركة التي هي سبب أساسي في كل توفيق لي في حياتي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزل لها العطاء بالمثيال الأوفى بغير حساب، وليس بأقل منها خالتي التي هي أمي الثانية، حيث بذلت معي جهدا كبيرا في تلك المرحلة بعدما بذلته معي في مرحلة الماجستير، فهي جندي مجهول تعب كثيرا لأجلي، فلها مني مثل ما لأمي. وأخيرا أشكر أهل بيتي الذين تحملوا مني الكثير وصبروا على التضييق في جل أمور حياتهم بسبب تفرغي لهذا العمل العلمي، وساعدوني بما يملكون لإنجازه، فجزاهم الله خيرا وجمعني وإياهم بروضات جناته. وأدخلنا برحمته في أهل قوله سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا من يدركهم أنه قرأت بالكثير وعلم لا أستطيع أن تتبعهم في كل جزئية، فأكتفي بالله تعالى وإنابه الوضوح وأمضي له، لأن أكثر الأرض الممنوحة على سبيل الكبر والكبر، ثم نطلقه معنا ثم انظر نظره مظلمه اذا كانت المقدره لان التقصير في الله يعود على الهدف، اما لو قال ذلك من وقت يحيط من ترى فاظنني اذا وقت عيد جلد كبيرا أو تلوث الأخبار بالله من الرحيم بارك الله فيه أعطاه الله تعالى القدرة على أن تتابع محمدا يحكم عليه في كتاب القرآن
التي كانت تحتاج الى عرق واحكام
قرن وكلمة أول الصفحة فقطعوا الله وقرنا فمن قبل القرار ومن قرأها وقرنا فمن قبل الوقار. موزع نعم كلمة
قال ثم قال فرض فيها فرائضه، قال قتاده وحد فيها قيوده وسن فيها سننه، يعني ما فرض في هذه السوره وسن فيها. وقال السدي وفرضناها داعما لنا اي وجدت به
يكفيه ومعه الخطاب من الكلية في يوم 17/12/86 على أن الكلية استغرقت مشرفا على هذا الموضوع وعلى هذا البحث وجدته معطره وقرأت كتبه واسمه هذا المثال من فترة خاصة وهو حريم تعالى /59 من هذه الكلية ثم قرأت أخباره وانقطع أخباره كله عنه وعلمته فيما بعد أن الإشارة مؤمنة قضية الإسلام المسلم على الإشارة الأمر ثم اختفت أخباره والراجل انه طرح الموضوع ولم يغادر الدراسه منه وشرع الله عز وجل ان يبادر في الموضوع وان تختار عضوا من عشر مثل وهذه الرساله التي نحن بالقدر من معرفتها رساله قيمه موجوده في هذا العهد يقتضي منه تنظيمها ومن حجمها وقراءتها ان الباحث تعب كثيرا في احيائها وبذل جهدا موجودا في فتح ما يفتح الحجم وبكلامك وهي تلحق بالرسائل العلمية النافعة التي يردها الباحثون المسلمون كما أنها تمكن وتؤجل تلاقي النصرة العرب في المغرب العربي منذ دفع التعليم وأما العلم فالهوان لا يحق الحدود وأما رحلات العربيان إلى أماكن مختلفة متقاربة ومية بارئة وتبادل الآراء والأفكار عمل مثمر نافع مفيد يوسوس الأخطاء الأخرى وتبين أن العالم الإسلامي بلد واحد يتم كله إذا أصيبت الجنود منطقة منه ولم تكن قادرة ومن محاسن الرسالة أيضا أن الباحث وضح في المقدمة من هدفه في البحث ومسلكه فيه والتزم بما قال ووفى ورجع بها كلمات المرأة وعدا كل نص نقله إذا نقل وخلص الروايات المذكورة في البحث وسند الموضوع عنها وهو كريم في مكر وان لم يعثر على موضع الوقت او على ترجمه لشخص ما فرض حكمته وهو قدير على عقيدته السلفيه ينتقل منها وقدور على خطر الكتاب وهذا نافع من دراسته الدينيه ودراسته القويه بالمجيء المنور كما كرهت من كتابه روائي البشر وقد ترجم العدد الكبير ممن تبتليه من
المغرب العربي ولعدد كبير ممن زاروا حقوقا محفوظه وبين للرجال ملابسها كيف تحيط وما لا يحدث عن الحقائق والحريه واخبارهم مفروضه بالمؤمنين فتدعى المشاركه المسلمه ان اتعب وبدافع عمن ينبغي الدفاع عنه فمثلا دافع عن كل من ابي طالب وبدل خيانته علميا واثبت ان خلافه في التكفير ليس مصدر تصديق للتكفير في جميع الفضل واثبت ان نفسيا ذكر في التكفير في روايات معينه ورد على دعوى انه لم يذكر في التكفير إلا روايات صحيحة. وإن وجد أن يفسرها هذا الأسلوب عن الصواب وأن فك بعقله وتركه هواه ما قصر ورد عليه ردا غير قريب ولا مهم باختصار وعزة لله. هذا الرجال كتابته الرجال باسلوب جيد متناسق وعبارات سليمه وغير ذلك من المميزات الحاكمه التي توجد في هذه الرساله ومعنى حياتهما الكثيرة ومنافذها الوفيرة لا تكن من بعض الأخطار والنظرات وهذا شأن مجالات البشر لا تخلو من النقص والعرض وتركت إن شاء الله ما يكتبه الله ليستفيد الباحث منها ومن قولها ويستفيد غيره من الخارجين ان اريد الا بالاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليكم توكلت وبينكم فيه. هذه الرساله توجد فيها اخطار مقطعيه ولغويه وقرانيه وهي قليله اذا قيل بحولها وكملها والظاهر ان صاحبها لم يراجعها او لم يراجع من كتب قبل تسليمها بدليل وجود هذه الاخطاء التي تذكرها وبدليل فقرات تحت الورقات فورقه الصلاه والمسلم وورقه الامريه 25 وبدليل تقديم ورقه 24 على ورقه الصلاه والمسلم في التسليم مما يدل على انه لم يراجع المسلم بل ربما لم يراجع بقيه منه والباحث فرسنا لأناس ليست لهم مفاتيح وليسوا مشهورين بتفسيره كما فرسنا لبعض النساء وفقههن كل المفسرين المضاعف بأدنى كذا كما تبين والملاحظ أن أوراق الكتاب لا يواجه بعض عمال الإحجابيين فالعنوان التفسير والتفسير في رفع الإحجابية في حين أن الباب الأكبر وعنوان المفسرون في رفع الإحجابية
والثاني وأموال التنفيذ في الرحم المولد الأموال مبارك الله التنفيذ والمكفرون به الباب الأول المكفرون وفي الباب الثاني التنفيذ أي حكت عملهم بكسب الرسالة ولم تتفارق مع أمواله الكافرة وهذا محق قطعا وكان الأولى لكي تكون الرسالة مختلفة بناء رقيقة في حياتها أن يكون التنفيذ بلا أولا يكون التنفيذ بلا أولا يكون أمواله مثلا التعليم بعلم التفكير ثم التعليم من السلم والجغرافية هذه البلاد الواقعة في الأرض وتكون أحلامها شدة الأمور ويكون الباب الثاني وأنواع البلد الثاني وأنواع المفكرون في الأرض كلها والأطمئنة الثالثة الباب الثالث نماذج من التنفيذ في الأرض والأرض. الباب الثالث نماذج من التنفيذ ولذلك المفكرون الباب الأول يكون هو التنفيذ حتى تكون الرسالة مستوية للناس متناهية متناهية وتفارق عنوانها الحالي مع عمل الحاجات فيها هذا من تقل رسالة الصفحات صفحات الرسالة عبد الله الحمد صفحة الحمد الصف الثالث وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما من تحقيق مرتبط الوصول على رسول الله قبل ذلك أما نحن جزاك الله خير يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصف الثالث وبعدين بعدها تقول أما نحن المطلوب هو رسائل العلمية ما زال اسمه الكفر أن يصلي ويصلي معه. أنا التزمت نص خطبة الحاجة. لا معروف غلط. خطبة الحاجة كتب الرسول قالها عن نفسه هو بالخطأ وهو قال عن نفسه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حيث انتقل من نص ذكر الوسيم وأنت الله عليه وسلم. عندك ما تكونش لازم بصورة مع أسماء الصورة يعني مثلا تقول وإن تعرفوا من نعمة الله إذا أرسلوها أن الإنسان مطلوب الكفار إبراهيم بعدين فلذلك فليطلعوا هو خلق مما يشاءون لما تكونش صورة تكون صورة إبراهيم وهذا هو الأفضل بعلم يسمو عليه وهو العلم الذي يجلي لنا مراد الله منا مراد الله منا ولا مراد الله من كلامنا مراد الله من كلامنا يعني ما أراده الله لا مراد الله من كلامنا كلمة ترقاق المسلمين للجاسوس دي تتغرق هذه الكلمة من هذه الصفحة
عدة مرات مثل ثلاث مرات أو أكثر لتجدها مروية. فقط كلمة ثانية تطلق مروية وتطلق مروية كلمة ثانية تطلق مروية وتطلق مروية وكذلك الجاوية وقد تطلق الجاوية كلمة الجاوية تطلق مروية وتطلق مروية تدريج عملها ولو يسمح لك الخطا بضروره سيئا عرفت فالخطا قصاصا في التمرير لما لا تجعل له عنوانا تمرير لم تجعل له عنوانا التمرير بدين مروج يعني نفس التمرير التمرير بدين يعني تكتب التمرين ومن كنا بشغلات لتفرض الموضوع على طول لان تمرين ده رساله مش معناه عنوان التمرين في التعريف وعلم التفسير والتعريف للمنطقه الواقعه بره الوقت ومن خلال الكلام تحته الحضور وبعدين التمرين خدنا الخطه في الدراسه بالضبط 100 كيلو كيلو من 16 ل 100 كيلو كيلو يعني خد 116 قطعه في تمرين 116 قطعه اي تمرين من هذا يا دكتور المنطقه يعني 14 مرة ومليئه بالحوادث والتقلبات انا اعتقدت في البدايه المنطقه الشريفه اصرار ان انا اكتب هو علشان ما هو دخيل في نفس الموضوع يعني بطريقة مباشرة ما عرفت إن أجعله باب يعني نعم عند الصفحة 17 تذكر المراجع ولأول مرة تذكرها دون أن تذكر المؤلفين ومنهج يعني على أساس غلط القاموس المصري البحر المصري موجود البرهان مين؟ مفيش كذا برهان موجود. التلفزيون مين؟ موجود. الصفحة 18 مع أن هذه الكتب ذكرت لأول مرة في الكتاب. المطلوب أن تقرأ بأسئلة رجل وأصحابه. هو يعني طبعا هذه ملاحظة جزاك الله خير عليها دكتور لكن يعني أنا أعرف أن هي مناهج يعني بعض الباحثين يلتزم بهذا الشيء يعني يلتزم بهذا الشيء لا يذكره في اسمها في المراجع في الخلف وإذا كان هذا الكتاب ذكرت كل نعم وبعضهم طبعا فيه زي مثل ما قال أبو حيان وبعدين كتبت البحر المحيط يعني اللي أبو حيان قال الكفيجي تحت التيسير الكلام ده لما يكون لك متخصصه عارف الكتاب جميل والكتاب جميل لكن لما يكون هو حصار عارف يعرف الكتاب التحليل مصير القران في تجويد القران مصير القران في التركيز في علوم القران مصير القران في تحليل الكتاب انا كثير مؤلفات كثير وهو اهل القران جزاك الله خير وانا اعتمدت على ان كاتب هو تعريف الزركشي له بعدين كتب البرهان الاول كتب طيب جزاك الله خير الثاني التفسير الإجمالي والموضوعي لجميع مقاصد القرآن وهذا في الحقيقة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أيما بيان طبعا أنت من الرسول على أن كل ما عرفه مثل لها بكرة وبالتنجد الباكسين كلها يجب تكرار الكثير في ضبط 38 وكل المعارف اللي تفكر وصفها بالغزوات ووصف اصحابها بالغزوات
معنى بالغرض غرض الغرض المعركة التي استقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في معارك حصلت في فتح الإفريقية في أيام فترة من مكة وغيرها إذن الرياش وجبال إذن الحياة فإن هنا اخترت 28 والثلاثين 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 وغيرها تصر على أن هذه المعارك فتوات وأن الفاتحين مجدد ليس أسرارا أنا ناقلها من المراجع ويقولوها المعادون للمسلمين لا أنا ناقلها نقل من المرجع بس من فرش المرجع أنت لك عقل وأنت لك لا شاء لنرى المرجع الذي نقلت منه وإنما الشأن معك أنت كذلك من يجب أن المرجع نفس الكلام من الجديد الثاني حتى على سبيل الإشارة أيوة. ولكن ما لا يدرك جلده لا يدرك كله ما لا يدرك كله ما لا يدرك جلده لا يدرك كله هذا الحق هذا الغرض الحق الغرض الحق ما لا يدرك كله لا يدرك جلده الغرض الحق يعني فلسفة كله إلا أنه من المؤسف استبدال الحكومة الحكم الشرعي بالأحكام الوضعية. هذا ليس من المؤسف وإنما هو من المؤسف. عشان الباء. نعم تدخل على المستبدل. على المستبدل به. على المطلوب. إذا أنه من المؤسف استبدال الحكومة الأحكام الوضعية بالحكم الشرعي. كما أنه يلاحظ أن منهج في اعتبار الرجل من المفسرين مبني على ذكره في أي مرجع متخصص في تراجم المفسرين أو وصف أحد أهل العلم له بأنه مفسر أو كان له نتاج تفسيري يزيد عن 3 آيات قصار وهو حد الإعجاز عند كثير من أهل العلم مع اعتبار البسملة لتكراره. أنا حاولت أخذ إلى بارك المطلوب لأن الموضوع واسع جداً المعبد هي الخلفة غناءً أعطب الكرب من المفسرين وليس من المفسرين ليس من ذلك طيب إيش الضابط؟ يعني ليه؟ لأن الكتب جاي في هناك راح تفصل الكرمالي فصل الكرمالي عددته من المفسرين راح تفصل أهل الضوار الصلاقاتهم وما تعملون لإذا عجبوا من المفسرين واحد نقطة تريد على آية فالتعليم على آية لإذا عجبوا من المفسرين واحد خطر المعلمين عجبته من المفسرين فطبعا فبالضبط أنا خلتك بالصلاة إليك
ذكرت ليسوا اهلا بالتكفير وليسوا اهلا بان يعدوا بفصاحه المسلمين. طب هل هناك حد معين؟ لاني وجدت هذا سلكه السوق سلكه سلكه الاذنب. يعني مثلا انا اريد ان اكون هل نحن ننظر مع الإمام الراوي مع التمثالي ومع البيضاوي ومع الخطبي ومع أبي سعود ونكتب من المفكرين في مسألة بعد عمر طويل؟ لا لا هو في الحقيقة لا وعملت معركة على الواقع وتنظر من ليس بحجر لأن الثور ظلم المسلمين. أكثرهم السيوطي يعني لا ممكن لك تنظر عدو الشرك فتنظر. اه تنظر من هذا الواقع. هل هي كسر ولا لا؟ هي كسر.